انا عامل حالي ما سمعت. يا مالك بابا اللي صار له اسبوع ما عطينا خرجيتنا. ادم هالعيشة والله داخل ايه. ايه والله شو هاد بنلاقي حل في غير هذا الحل. لازم نقول لبابا يعطينا مصاروفنا كل هالشهر بلا مصاري. ايه والله معكم حق. قوم نخبر ماك بابا. لا بابا شو بده يصير يصير. معك حق خلينا نقوم ملينا هالعيشة. شو هاد يا خير ان شاء الله. شو بدكم مني؟ مصروفنا. ما سمعت شو قلتوا؟ مصروفنا. سندوتشات بلا مصاري. والله ايه والله انا حامي حالي ما سمعت. احطوا من هون احسن ما افرجيكم شيء ما يعجبكم. خربنا بيتنا هذا الشهر من المدفوع. لسه اغراض وغراض وغراض. انتوا امكم صرعتوني انتوا المصروف. يلا احطوا من هون احسن ما اجيب العصاية واشتقهم فيها. اواعي ومشط وابدي العب. دي اكلات طيبة وشغلات خاصة. شغلات للروضة تبعي. ما بكفي امكم خربتنا بيتنا بالمصروف. جابتنا الطبخة كلفتنا هذيك الحسبة من 3 ايام. سنة ما بصير هناك اواعي. كل سنة بدك اواعي انت. روح احد من تاني. وانت شو بدك انت؟ بدك اكلات طيبة ان شاء الله سمي الهاري. بدك اكلات خاصة روحي اهتمي بحالك. بارا ما هذا كان ناقصنا. انت كمان بدك طلبات انت للروضة. روحي احطي انت والروضة تبعك. روحوا قولوا لأمكم شو خايف منكم بأمكم. روحوا قولوا لأم. يلا ماما في عنا مشكلة لازم تحلينا إياها. شو هي يا ابني شو في؟ بابا ما عم يعطينا مصروف هذيك السنة اللي حتى جاب لي بس هدول. يا عمري أنا والله معك حق. مرونة شبكة ليه زعلانة؟ لا جاب لي من سنتين ما جاب لي لا أكلات طيبة ولا أغراض خاصة. والله معك حق. وأنت شبكة؟ ما هذيك المرة قلت له لبابا اشتري لي أغراض الروضة ما رضي. والله دبارو عندي. فوتوا لحتى أنا بدي حاكي كلمتين. يلا هاتي لنشوف لنحكي معه. إن شاء الله مسترتب أنت هون على البلكون. لك يخرب شرك شو بخيل. شما تاخدنا مشوار وتاخدنا وتجيبنا بتقوم تقعد هيك. شما تاخدنا مشوار بتقعد هيك بتتشمس على البرندة. لك ما بتخلي واحد يتشمس ياخد ارتاح شوي يخرنيتكم انتو اكلوا والشرب. يعني اهم شيء انت ما تطلعنا مشوار. تضلك بخيل وعم تضب مصاري. من الاسبوع الماضي طلعكم مشوار. الاسبوع الماضي وين اخدتنا؟ اخدتنا رحت على الجنينة اللي بلاش الفوت عليها. احمد ربك اللي انا قاعدة بالبيت ما عم تطلع مشوار. طيب يلا اولادك بدهم مصروف. شو؟ بدهم مصروف. بسمعت. ولادك بدهم مصروف. بدكم مصروف؟ ايه. اوقات امبارح بعطينا تاخذ ملفوف دفعتيني هذيك الحسبه. والله صرنا ثلاث ايام عم ناكلها حبيبي. واليوم بدك تاكلوا اليوم الرابع. الله ماشي. يلا احطوا. ماشي يا مصطفى. الا ما الاقي من مصاريك واعطيهم لاولادك. ماشي. شو بدكم مصاري؟ ما تدفع مصاري. قد انا حكيت مع ابوكم وابوكم ما في منه امل. ما رضي يعطيني ولا ليره لكم. لكم شغله ما في غير ندبر خطه نعرف وين المصاري وناخذهم ونهرب ونشتري اللي بدنا اياه ونعيش حياتنا. لا تهوس لك لا سمعوا ابوكم. ماما لقيت فكره. شو رايك ناخذ مفاتيح بابا السياره ونروح ندور بالسياره بركي في حاطتهم هني. ايه والله ما في غير هالخطه. روح اجيب مفاتيح السياره والحقوني يا اولاد. ياهو يلا يلا امشوا تعالوا. دور ورا. ايه بنروح نور. يا الله وين الحلاق اليوم؟ اوكي يا ولاد تعالوا واحد ياخذ حبه. انا سنة مضايق عليك اخر شيء طلع مخبيه بالسياره. طيب بدنا حمار ايش بدنا نعمل؟ لازم ندور. وين؟ وين بدنا ندور؟ وين لازم ندور؟ انت جد شو بدي احطهم ابوكي هون؟ يعني بابا ما بتعرفوا شو بخيل ويعني اذا لقينا المصاري بالبيت يعني اكيد رح يخبيهم. هو بده يعني نلاقيهم اكيد. ندور عليها بمكان ثاني. وين راح هدول؟ مو سامع حسن هدول وين راحوا هدول؟ اكيد عم يدوروا على المصاري هدول ما حيلاقوهم هدول. اذا بيخربوا البيت كلهم ما حيلاقوه. ارتاح شوي انا نام لي شوي اخذ لي قيلوله ما حيلاقوا هالمصاري.
هون طمنيني لقيتوهم؟ لا ما لقيتوهم؟ ايه ليكو ابوكم برا نايم. تعالوا ندور تحت الصفايات فوق الصفايات. امشوا امشوا بقلب جيابه بالغرف. تعالوا تعالوا. 3 2 1. نايم نايم تركو. يلا بلشوا 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 تدوير. يلا عليك. هلا بيحس عليك. لا تعمل له هيك بجيابه. الين تحت الصفايات دوري بقلب المخدات. بقلب المخدات اوام. شوفي الين تحت الصفاية. وين بقلب المخدات؟ شو ما لقيت؟ يلا يلا دوري الين تحت الصفايات. ماما نايمة على وحدة. شو بدنا نشوفها؟ فكيف قلبها مصاري؟ لا لا ما بظن. والله طعمه ما لقينا شيء. يا الله دخيلك هالزلمة. وين بده يروح مكون مخبيون؟ شايفكم أنا عامل حالي نايم. يا أولاد ما يا عمري أنا وعمري والله معكم حق. يلا حسخلكم يا عمري. ان شاء الله ما يكونوا انتزعوا. صار لهم 4 ايام عنا. لك حاجه حاجه تعبي بين راس الاولاد. حاجه روح سخنينا هالملفوفات. بس مو كلهم سخنيون ربعن. ها شو بدنا ناكل فيهم 5 ايام؟ ايه تاكل كل اسبوع فيهم. لا ما بدنا اليوم اخر يوم. ها يلا روحي بلا حكي. يلا يا رب. بابا انت ليش هيك بخيل؟ عم تحكوا على ابوكم بخيل؟ هاي العيشة مو عاجبكم؟ العالم مش سيئة تعيشها هالعيشة. عاجبكم العيشة؟ ومو احسن ما قال عملكم قتلة مرتبة. يخرنيكم شو بتحموا بطنكم ومصاري. اكلوا. مصطفى والله هذا الصحن ما بيكفينا. طيب خليني اعمل معكرونة ناحون. شو عم تحكي انتي؟ معكرونة؟ شو عم تحكي انتي؟ مشان الله والله ما بيكفينا. حاجي هذول والزيادة عليهم. يلا شو بعده؟ طيب شو بدنا نشبع فيهم؟ يلا خلصوا لكلمة. ما حبيك الله معي. بعت لي حمى عليكم يا اولاد. صحن. يم ايدك. والله حاط ايدك الثانية. انا ما بدي إيديك. انا صحني اعطيها لاولادي. ما بدي اكل. اذا ما بتاكليهم انت بدي اعاقبك معهم. ها يا الله شو هالبخل اللي نحن عايشين فيه. جاهزوا ضهركم لورا. يلا نشوف. ما بدي اسمع صوت امي ايدك عن الصحن. يلا هي انت وحده وانت وحده. هي هي كبيره عن تنتين هي. ها ماشي خذي وحده. عطي تنتين لأمك. ها سكي. شو هاد؟ يلا انتي صوصوا لها كلمة. ها حط لها واحدة تانية. يلا امري لله المرة واحدة تانية بس. حط لهم كل واحدة تنتين. هاي كل واحدة. ولا روح انت كل واحدة. يلا يلا سيك هاي جاجي. كبر لهم اياها شوي. اسكتي. شو هاد يا ايدين هاي شفت جاجي. هاي الفخدة حق مصاري. هاي الفخدة سكي. يلا هاي الثانية سمعت تحكي. عطيها لأمكم. يلا أمري لله. ما بدي خليها لألك هاي. تسكتي ولا لا؟ قوموا جيبوا خبز ما تاكلوا عشان تشبعوا. قوم ماما أنت ما بتاكل مخبز. بالخبز بتأكل لك كله بالخبز. يلا لشوف. لا في وبخيل كمان بيتنا جوا. يلا قوم معاك ما في أكل. يلا أنا بدي أحكي كلمة وأنت ما تلقى تاكلي حاف بالخبز. خلص الله يوفقك. سامحوا رح أجيب لهم الخبز. خلص سامحوا. ما حدا يسمع كلمة. ما في أكل. يلا قوم. يلا قوم معقبين. يلا ولا يا أبوك على أبوها. يلا ولا يلا بأكل كل الأكلات لحالي. ها اصطفلوا. أنا بأكل لحالي بغذي حالي. شال عمره ما حدا يأكل. قديشك بخيل. قوم لك. حتى الأكل محرومين منه. شوف تحت عيوني شو الأسود من قلة الأكل. ليكو إلا ما نعرف وين بابا مخبي البصري. أهل بخيل. عم تقول عن بابا بخيل. بخيل. اوه الحمد لله اكلت وشبعت. ان شاء الله عمره ما ياكلوا. عبيها الكرش وفخاي كسر بعضه. والله قومي قوم دبي خبي هالمصاري هدول برات البيت على شيء هيك تحت البلاطه احسن ما يكشفوهم. حكيم هدول بلش يبحبشوا. انا طلعت اتمشى شوي وخلص من ناكل السقيل. الساعة مصاري واكل وبطيخ. ماشي رايح اتمشى شوي ريح راسي شوي من نقكم. وانتو امكم لك وين راح ابوكم؟ لك روح روح الحقه. انا كمان الحقه.
وانا يا الله وين راح؟ سوري خلينا نروح نشوفه. يلا تعالوا. يا الله وين اختفى؟ يلا مالك وين اختفى؟ والله ما بعرف. عم بسمع صوت من هالغرفة، خليني نروح اشوف. إذا لقيت بابا فيها روح إلى لأخواتي. في هون أحسن شيء ما حدا بيعرف عليه. بس ما يقربوا عليهم فيلان ياكلوا لي اياهم، بعدين يخرب بيتي. صدي عمري عم صمد هالمصاري هون. خلصت. حصلوا اذا بيحصلوا اذا بيلاقوا هالمصاري ما حيعرفوا انهم بحطوا المصاري. لك ليك لقيت بابا وين بحط المصاري؟ تعالوا تعالوا بابا طلع. يلا امشوا امشوا وين خبعهم؟ بخبعهم بغرفة الخشب. عن جد؟ يس! ماما خلينا وين وين؟ تعال تعال فرجيكم وين؟ شوفي هالجربان ما مصدق. يا خدوا 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 مصاري خدوا خدوا مصاري خدوا خدوا. عيب عيب عليك كل هالمصاري معه حرمنا. ليك انت اشتري لي بدك اياه وانت اشتري لي بدك اياه وانت اشتري لي بدك اياه. معنا مين قاتني يا عيني؟ يلا الحقوني الحقوني يا اولاد. يلا انا لابسه مشان فورا نروح نشتري. الحقوني لكم. يلا خليه يجي ما يلاقيهم. هذول مو اولاد وسهام هذول فاتوا جوا. ولي شو كانوا عم يسووا هون؟ ولي معقول كشفوا المصاري شافوهم اخذوهم؟ ولي بيخرب بيتي. وين المصاري؟ مصاري يخرب بيتي يخرب بيتي. لو وينك تيام انتي؟ انا بالماركت. الماركت؟ هلا هلا بقيتين كوني بالبيت ماشي؟ اذا ما حد لقيك بالبيت يا ويليك جايين على البيت. ها شوفي شوفي وين كنتوا؟ بالماركت. وين لولا؟ بالماركت تركتوا عم يشتروا اللي بدهم اياه. وين المصاري؟ اخذناهم. اخذتوهم؟ نحن اللي اخذناهم. خربتوا بيتي. معلش مشان تعرف تتبخل على اولادك. اولادك اصلا اولادك مكيفين هلا عم يشتروا اللي بدهم اياه بالماركتات. بس على البيت فرجيكم حسابكم. اصلا ما عاد بدنا نجي على البيت. نحن ما عاد بدنا اياكم. ما عاد بدنا نجي على البيت. ما عاد تجوا على البيت؟ يلا هذا هو البخيل هيك بده يعيش طول حياته. ان شاء الله عمكم ما تجوا على البيت. عم يمشي لحالي. يلا ماشي احسن باي. انا شو سويت بحياتي؟ خرب بيتي انا بايدي. شو سويت هيك؟ لك اصعب تكونوا بخيلين. الله ما بيحبوا الا البخيل.